معرض سور نينوى يفتح أبوابه أمام شباب المحافظة لعرض مصنوعاتهم اليدوية في واحد من أكبر المعارض لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. أكثر من 300 متطوع ومتطوعة من الموصل حضروا إلى هنا لعرض أعمالهم، حيث يتضمن المعرض عدة أجنحة متنوعة. اليوم شاركت بهذا المهرجان، مهرجان سور نينوى للأعمال اليدوية الأول على الموصل، بأعمال يدوية من أعواد الشواء وأعواد الآيس كريم. يتضمن المعرض أعمال يدوية وكثير من الأعمال، وأيضا منها لوحات رسم، وهاي فرصة لنا كوننا نحن الشباب وفرق تطوعية حتى نحصل على مصدر رزق وأيضا توفير فرص عمل لنا. كما تضمن معرض سور نينوى فقرات ومسابقات وجوائز عينية تشجيعا للمشاركين وللزوار على حد سواء، وهو ما لاقى اهتماما من قبل إعلاميين وناشطين. مواهب جدا جيدة وتستحق الثناء عليها، ونتمنى إن شاء الله هكذا إقامة هكذا مهرجانات. ونشكر ممثلية الفرق التطوعية بمحافظة نينوى على إقامة هذا المهرجان الرائع. وكما جرت العادة، فإن مثل هذه النشاطات الشبابية تقام بجهود ذاتية أو تطوعية، حيث تفتقد للدعم الحكومي.